بهذا المقطع يا اساطير راح نحاول نحصل على الشخصية الجديدة اللي اسمها سكايلر ونطورها لنطورها اوكي ونجربها يا شباب ونشوف شو وضعها شو بنستفاد منها يا اساطير. خلينا ندخل انترو. شغل انترو معلم. هلو حبايبنا الكرام يا اساطير. طبعا شباب نزلت الشخصية من شوي اوكي اساطير بحدث توب اب اوكي اساطير. بدنا نشحن في حبايبنا 200 جوهره ونشوف نضبط الجوهره. طبعا حبايبنا الكرام ما اعرف الفترات هي الاخيره شباب انا بعرف يمكن مليتوا مني فيديوهات عم تنزل بشكل يعني باليوم شباب نزلت 3-4 فيديوهات حبايبنا اوكي اساطير. اليوم يعني الفتره الاخيره عم نعرق ابو اليوتيوب اوكي اساطير. يلا خلينا نشحن الجوهره نشحن الشخصيه ونشوفها مع بعضنا حبايبنا. وين هاي؟ أبا يلا تم باللوز لوز اللوز. هيك حبيبنا هيك حصلنا على الشخصية السطير. خلينا ندخل على نروح نجيبها نغيرها نطورها نظبطها نخليها لوز اللوز. وين وين راحت؟ وين الشخصية؟ وين الشخصية يا حبيبي؟ هاي هي سكايلر. شو عم بيحكي هذا؟ اليوم chúng ta có thuộc về nhau không nhỉ? Tay chân đâu hết rồi nào? Screaming and biting the flow now. Screaming and biting the flow. شو؟ اوكي حبايبنا خلينا ندخل هنا اول شيء. طبعا شباب راح اطور انا ما راح اطور الماكس راح اطور تقريبا قبل الماكس بشوي اوكي. ايش بو هذا يا شباب؟ ثواني طب ثواني شوي ثواني شوي. اذا عملنا هيك عملنا هيك عملنا هيك خلينا نطورها نقدر نطورها للموجودين راح نطورها نطورها كم يوم تحويل؟ اي زمن 4000 اوكي بس اوكي اوكي شباب. طبعا الشخصيه شباب خلينا نقرا الشخصيه شباب شو خاصيتها. طبعا شباب مكتوب هون اطلق عنان الموجة الصوتيه اوكي فهمنا يعني في عنده اي شخصيه شباب. اعتقد هي الشخصيه مش مثل شخصيه العاديات يعني سوينا نعمل هيك ندخل نفتح الخانه هاي نفتح هاي كمان نفتحها كلياتها يا ساتر نفتح كل شيء. طبعا هاي ما اعتقد نقدر ندمجها بألوك بكريستيان ما هي يمكن لكل شخصية شباب. طبعا هي للأسف شديد هي الشخصية شباب ما نقدر نستعملها يعني ما نقدر ندمج هي الشخصية بسموها شخصية النشط اوكي مش بالشخصيات الثانوية الثانية نقدر ندمجها مثلا كلاو والى اخره. اوكي شباب بما اننا حاطين هون خلينا نحط كلا خلينا نحط هياتو خلينا نحط كيلي يلا خلينا نظبطه نظبط اللبسة لازم نظبط اللبسة شباب اوكي وين خلينا نحط له سكايلر ساكورا يلا روح سكايلر ساكورا. طبعا شباب نرجع على الشخصيه شباب ما قرينا منيح اوكي عندنا هون شباب ايوه اطلق العنان الموجه الصوتيه امام ملحق الدرة 5 بجدران جلو في نطاق 80 متر اوكي ايضا ينتج هذا عن كل جدران الجلو تم نشر استرداد نقاط العلاج بدل يعني الشيء اللي فهمته حبايبنا انه يعني نستخدم هذه الشخصيه لتكسير التاج من الاخر شباب. خلينا ندخل نعمل روم شباب خلينا ندخل نعمل روم اوكي معي الشباب هنا بالديسكورد نعمل لهم الروم تك تك خلينا نعمل روم شباب كلاس سكوات سريع ليتس جو وين سكوات. خلينا ندخل على الروم من هون لوز كلاس كوات 13 نعمل 13 راوند ندخل نجرب الشباب اعتقد نسينا كل شيء لما نسينا شيء ذخيره معدات تك 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 شخص مهارات لوز ابلع. طبعا شباب ضايع موجود هاي ضايع شباب الورد الجميل راح يساعدنا بالروم كفو يلا ندخل شباب نجرب نحط العيبات الثلجات ونجربها شباب ونجرب الشخصيه يلا ليتس جو. طبعا شباب بالنسبه لشكل الشخصيه يعني سكايلر تايواني ما اعرف شو من شو 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 من وين هو. المهم شباب خلينا ناخذ اي شيء اوكي. طبعا ضايع تجيب جيب جيب ثلجات ضايع جيب ثلجات جيب ثلجات جيب ثلجات جيب اشياء جيب عادي قول نجرب يا اساطير. اوكي شباب طبعا ضيع شيء فهمته حط عندي ثلجات انت حط الثلجات انت حط الثلجات اوكي حط الثلجات بكل مكان اوكي
طب شو هي الليفل ثاني نجرب نقدر نضربته شو صار ما صار شيء لا طب يعني الثلجات تدمج يعني سوينا يعني لازم نقرب على الثلجات سوينا نقرب نستنى شوي نقرب على الثلجات ممكن كتب 88 متر شو هاي 88 متر 80 متر what is this ننتظر شوي حبايبنا نشوف امر هالشخصيه طب ماشي دمجني شوي ضايع دمجني بالبوكس ايوه خليك شوي خلينا نشوف شباب الشيء اللي فهمته انه بيخرب الجدار الجلو هل يا ترى كنا بعيدين يعني شوي لازم نكون اقرب بشوي خلينا نشوف شباب طبعا كذبوا 80 متر يعني هذا كله اوكي يلا خلينا نجي لهون وابا اختفوا اختفوا يا زلمه راحوا هل ارجع حتى ثلجت لشوف حتى اكثر من ثلج هيك ورا بعض لشوف واي واو شو هاي والله شيء حلو بالرومات هاي الشخصيه هاي بالرومات شباب شيء اسطوري يعني هاي بالرومات البرفرفس اوه خربت شباب خربت بس كتبوا انه بنحصل على دم ما بعرف بنحصل على دم ما بعرف خلينا نشوف رجع تاكد نوقف هون ونجرب طب اذا بدي اجرب بدي احط ثلجاتي هل يا ترى راح ينحسبوا ثلجاتي ام لا مثلا تك لما نحط ثلجه عم بيزيد الدم اوكي يا حبايبي لما نحط الثلجات تبعتنا بيزيد الدم خلينا نوقف وين شو هذا شفت ضايع والله يعجبني هيتشات جيبني هيتشات وريحني جيبني هيتشات يا زلمه بتقدر تجيب هيتشات يخرب بيت سنت فيرست بلود طارت الخوذ كفو يلا شو خير جدا نرجع نجرب كمان يا حبايبي ونشوف بدنا نحط ثلجات اكثر واكثر اوكي شي فهمتوا شباب انه يا حبايبي لما نحط الثلجات بيزيد الدم اوكي و يعني بتحط ثلجاتك كل ثلجاتك بتزيد دمك وبتزيد نقاط الدم والله شيء حلو شيء جميل كثير يلا ضايع تجيب بي 40 او شيء شغله او شو من كان جيب بي 40 سلاح هيك مشان يدمج دمجني يعني شيء 30 جيب انت جيب تعال على ساحه اليسار ليتس جو حط الجد ورا بعض نشوف ايوه حلو طب صار انا طب دمجني شوي رجل ها مو جسم الاول كمان وحده نفس الشيء على الرجل كمان وحده على الرجل اوكي دمت 43 شباب شايفين خلينا نحط الجد هون حط مثلا الثلج هون اوكي زاد شايفين عم يزيد الدم شي لوز كمان وحده عم يزيد كمان وحده اوه يعني شاب كان دمي 3 يعني دمي زاد تقريبا كان 43 وزاد 100 طبعا الشخصيه مش ليفل ماكس يعني مو ليفل ماكس راح توصل تقريبا 60 طب خلينا نشوف ونجرب شباب نضرب هون كلتش نضرب هون اولي لوس شي لوس طبعا شباب هاي الشخصيه شباب بالرومات راح تكون مدمره كثير 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 شباب صراحه يعني تعال نكمل الرومان في سنتور روح سلامات ضايع شو بقى عليك شكرا لك لوجودك معنا كمان وحده ضايع جيب ام بي 40 ضايع جيب ام بي 40 طبعا شباب والان ما بيسمعني سكرت الصوت على الديسكورد بس نطلع من هذا من الروم راح افاجئه واشحن له اياها الشخصيه تاهل ورد يلا ضايع اخر راوند بعدين نطلع تعال هون تعال شو معك خذ تعال حط الجات وكذا وروح احمد شباب الشخصيه
والله بتعبي الدم، عم بتعبي الدم، عم بتعبي الدم بلوز. كيفو ضايع؟ يلا ضايع اطلع اطلع اطلع، انا اطلع رح اطلع، اطلع اطلع منه، اطلع منه، تعال على الجروب. اوكي شباب، هيك هو بيكون يعني استفدنا من الشخصيه اللوز اللوز، هيك بيكون يعني الشخصيه استفدنا منها. اوكي ثواني شوي، تعال ضايع ضايع الورد، كفو عليك حبيبي، شكرا لك شاركت معنا سعادتنا بالتصوير. ثواني بس يا جميل، راح اعمل لك سحر، سحر اسطوري. لوز اللوز ضايع، مبروك عليك حبيبي، ثانك يو، شكرا. روح حط الشخصيه وتعال، تعال روح حط الشخصيه وتعال فرجيني اياها على 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 حالك. شكرا، العفو حبيبي، كفو 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 شري. اوكي ضايع، ضايع شو رايك بالشخصيه يا ضايع الجميل؟ اكتب 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 عشان نشوف رايك بالفيديو. طبعا شباب ما بيتكلم هو، والله احسن شخصيه للرومات صح؟ بدل الرومات. اوكي شباب مثل يعني رايه، مثل هو كمان شباب بيلعب كثير رومات، يعني رايه مثل راي شباب بهذه الشخصيه، رح تكون تفيدكم كثير بالرومات شباب. يعني اذا اربع اشخاص رومات اربع ضد اربع بتحطوا الثلجات وكذا كذا بتخربوا الشخصيه، بتصير دمار شامل شباب، بصير دمار شامل. اوكي حبايبي الكرام، هيك بنكون تم مقطعنا اليوم شباب، شو عجبكم المقطع يا اساطير؟ لا تنسوا تحطوا نزل اللايك وشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. شيء كثير مهم شباب، راح اكتب بالتعليقات، مو اكتب مو اكتب، انتوا راح تكتب، انت راح تكتب بالتعليقات، مو انا اسف. اللي راح يكتب بالتعليقات شباب الاي دي وهيك وهذا كل الشيء شباب، راح نعمل سحب باذن الله تعالى على هي الشخصيه الاسطوريه شباب، شخصيه الرومات. اوكي يا حبيبي، بشوفكم على خير، سلامات.